انا اللي جاي اقول لك ارجع اسمع عشان انا صبري قليل. نتكلم جد، صوتي حلو ولا وحش؟ ها انا بقول وحش. يلا نعمل سكان كير روتين مع بعضين. غسلت بشرتي بس هي نشفت، ف هنعمل بقى الاختراع القمر ده. دي احلى حاجه للبشره حرفيا، هي بتوزع كده بطريقه غريبه، تقدر تحطي فيها ميه، تقدر تستخدميها على شعرك. بجد من احلى الانجازات اللي انا جبتها السنه دي. انا كنت جايباها من عند كيرلي ستور، هسيب لها اللينك تحت. الجو ما بقاش عايز حاجات او مرطبات خفيفه، فهستخدم المرطب او المويسترايزر دوت من شان. ده شان كريم مش شان جل، عشان تاخدي افضل نتيجه للترطيب على بشره منديه ميه كده بالمنظر ده. كل بقى البشره كده. اهين. طب ليه بيدارك دوله ودارك دوله ندى. وبشرتي بقى فيها الكريم، عايزه انضف كده شويه حواجبي عشان مش حاساها احسن حاجه خالص. بعد كده بقى هبدا امسك كده المقص واقصقص اي زياده موجوده في بشرتي. بعد ما بتاكد بقى ان انا شلتهم، بصوا بالشفره كده، وببدا اعمل كده اتاكد بس ان الدنيا تمام. بعد ما بحس بقى ان هم الى حد ما تساووا من فوق، واكون شلت كل الزياده بالمنظر ده، تخلي طبعا بالك، ببدا اعمل نفس الحاجه من تحت واحددها كويس قوي كده. كده تمام. قضيت على الصداع اللي بيجيلي، رحت كشفت وكشفت نظر علشان اشوف كده اخبار الصداع، يعني بيجي من ايه او كده. الدكتور قال ان مفيش اي حاجه في عيني، ومش عارفه لسه لحد دلوقتي سبب الصداع، وغالبا هو منعني من الاضاءات العاليه او الاضاءات الواطيه قوي، ف مش عارفه. هبدا بقى كده اشيل من تحت كمان كله. نفس بقى الكلام هنا، هبدأ اعمل كده واشيل بالمقص الصغنطوط ده، مقص ده قمر، كل الشعر زيادة بالمنظر ده. الى حد ما كده اتظبطت. هستخدم اكتر تنت انا بعشق امه الفترة دي، وهو التنت بتاع لورال. جماعة انا ما شفتش تنت تحفه بامانه لغايه دلوقتي ما فتحت العلبه، من كتر ما هي مليانه. انا بستخدم من ساعتها العطروف والبيجمنت، مش طبيعيه مش طبيعيه بجد، وثابت وقمر وحاجه كبيره ورخيصه. ما شفتش تنت في الجمال ده بصراحه. كده وهبدا اوزعه على فوق. اكتر تنت انا بحبه، مع اني لسه مستخدماه من فتره قليله بصراحه، بس يعني ثبت ايه كفاءة. مش تقولوا ان احنا نسينا نستخدم كريم عين. هستخدم كريم العين من ايفا. الكريم ده انا بحبه، بيدي ترطيب قمر. بوزع كده بيه فوق العين، تحت العين، كل حتة بصراحة، لان ترطيبه حلو وانا بحبه قوي. نسين اهم حاجة، وهي بقى اكتر حاجة، هي البادي ميست. البادي ميست ده انا بحبه جدا برضو من كيوسانت. الريحة دي انا ناس في نفسك. لا حبه كمان، اديله ادي ام خالد قلبت عليا، او انا اللي قلبت على ام خالد. وخلصنا روتين القمر بتاعكم كده، اكتبوا لي بقى انتوا روتينكم ايه وبس كده.